السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناتكم فكرة وكولر. بالنسبة لموضوع اليوم، أحد الإخوة يسألني عن عند الدهان المائي، يعني يقول لي كم ما هي الكميات المياه التي يمكنه إضافتها في الدهان المائي. إن شاء الله سأجاوب عن هذا الموضوع، وأيضا سأقوم بوضع حلقة حتى يستفيد الجميع بخصوص خلط الدهانات. يلا نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي سأقوم بخلط 5 كيلوغرام، أنت أضرب عملية حسابية، يعني 5 كيلوغرام، الدلو يكون فيه 30 كيلوغرام، أنت أضرب عملية حسابية سترى كم أضفت من المياه. أنا عادة أقوم بتخفيف الدهان كثيرا، سنقوم بخلط الدهان باستخدام اليد لأن عندي محرك، يعني شاهدتموه في الكثير من الفيديوهات، لكن عادة لا نستخدمه، نستخدم اليد لأننا نشعر بالدهان أفضل، وأيضا يعني معتادون عن هذا الأمر. بالنسبة للدهان الزيتي ممنوع أن تقومون بخلطه باستخدام اليد، إلا الدهان المائي يعني عادي تقومون بخلطه باستخدام اليد، وتغسلون أيديكم، يعني الأمر عادي لا يؤثر نهائيا على اليد. لاحظوا معي، يعني أضفت قارورة من المياه، هذه القارورة معروفة تباع في جميع أنحاء العالم، يكون فيها لتر ونصف من المياه، سأضيفها كلها. أنت افعل نفس الأمر ونفس الدهان، يعني ستقوم بتلائب يعني في الجبس، وأيضا ستقوم بتلائب فوق العجين اللندوي، يعني لا مشكل في ذلك، نفس الدهان إذا قمت بخلطه بهذه الطريقة. هكذا سأضيف، أنا أسأل الشاب الذي يقوم بخلط الدهان، أسأله هل يشعر بالدهان أنه مخفف جيدا أم سأضيف كمية أكثر من المياه، يقول لي أضيف قليل. سأضيف قليلا أيضا، تقريبا كوب واحد، يعني كوب مثل كوب الشاي، سأضيفه من المياه حتى نحصل على دهان يعني يكون ممتاز. إذا كان الدهان يعني مخفف جيدا لا يترك حبوب، لكن هناك طريقة خاصة للعمل به سأريها لكم في هذا الفيديو إن شاء الله في آخر الفيديو. يمكن لهم يخدموا بها هكا، ها هكا يمكن تخدمي بها على جي تقيلة هكا تجي تقيلة شي شوية، شي شوية أكثر ماشي ياك نزيد هاد شوية هذا هذاك نقسمو عليها جوج وصافي. صافي، هذه الملونات التي سوف تستخدمونها إذا قمتم بخلط أو باستخدام الدهان المائي، يعني هذه ملونات خاصة بالدهان المائي. صاحب البيت طلب هذا اللون الرمادي، دائما أقوم بمقارنة اللون في الكتالوج حتى أرى هل اللون يعني مشابه للكتالوج أم لا. أرى هنا بأن اللون مفتوح، يعني مازال لونه أبيض. سأضيف كمية أكثر، ودائما سأعطيكم معلومة، فالألوان موجودة في الكتالوج إذا قمتم بوضعها يعني شبيهة جدا، يعني تكون مغلوقة في الجدار لأن الجدار كبير، بالنسبة للكتالوج الصغير قد ترى اللون بأنه مفتوح، لكن عندما تقوموا بتعديله في الكتالوج تقوموا بتلقيه على الجدار يعني سيظهر اللون يعني غامق، لأن الكتالوج الصغير وهذا معروف. سأراه سيظهر اللون يعني شبيه تقريبا يشبهه كثيرا، لكن بالنسبة للدهانات المائية عندما تقوم بخلطها وتلاقيها في الجدار يعني يصير لونها فاتح بعض الشيء، لكن لا مشكل في هذا، نحاول الاقتراب من اللون، هنا يظهر اللون يعني مفتوح كما تشاهدون، لكن عندما أقوم بتلاقيه في الجدار يعني سيظهر غامق نوعا ما، أن دائما الكتالوج يخدع. لكن تقريبا اللون شبيه جدا، يعني اخذ كل الوقت عندما اقوم بتعديل الالوان، حتى يعني اذا سالني صاحب البيت يعني اعطيه مقارنه، اقول له هذا هو اللون الذي اخترته، نحن قمنا بتلائه، اذا ظهر له اللون مغلوق يعني تكون حجه عليه. بهذه الطريقه ونحاول تمرير الرول بشكل جيد، يعني الطريقة نقولوا أنك مغمض العينين ستقوم بتلاء الجدار، أمر بسيط وسهل جدا هكذا، وستقوم بإضافة طبقتين إلى 3 طبقات، لأن عندما تقوم بتخفيف الدهان جيدا يعني يجب أن تقوم بوضع 3 طبقات أو طبقتين، إذا كان اللون يعني غامق مثل هذا يكفي طبقتين، إذا كان اللون فاتح فمن الأفضل أن تقوم بوضع 3 طبقات هكذا. هي طريقة الدهان المائي على الجدار.
كما تشاهد يعني يقوم بتمرير الرول ويعود الى الخلف يعني من حيث بدأ حتى يزيل تلك الحبوب او الخطوط التي يتركها الرول. هذه الطريقة يعني تأخذ ايضا كل الوقت في عمل الطلاء. تحاول يعني وضع قطعة بلاستيك في الأرضية لأن عندما يكون الدهان مخفف يعني تحصل هناك بعض النقط أو يسقط الدهان على الأرضية، لكن كل شيء يزول. المهم هو الجدار أن يكون ملمسه ناعم نوعا ما. هذه هي طريقة استيلاء الجدار. بعد ذلك يعني ستقوم بتقطيع الجدار باستخدام فرشاة. نفس الدهان يعني سوف تستخدمه في السقف، وإذا استخدمت الكمبريسور أيضا نفس الدهان يصلح معك، يعني يمكنك وضعه في الكمبريسور وطلاء السقف، هذا الأمر يساعد. سأريكم إن شاء الله في حلقة قادمة كيف تقومون بطلاء الجبس باستخدام الدهان المائي وباستخدام الكمبريسور، يعني الكمبريسور يساعد كثيرا. نحن هنا في هذا البيت قمنا بطلاء السقف باستخدام الكمبريسور، شاهدتم يعطي ملمس ناعم وأيضا يساعد ويسهل الأمر، يعني يمكنك طلاء السقف في البيت بالكامل في يوم واحد وإنهاءه بدون مشاكل إن شاء الله. يعني كل مرة أشارك معكم أفكار، هناك يعني أفكار بسيطة وبعض الأفكار يعني ستكون إن شاء الله في المستقبل رائعة جدا. أراكم في هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.